سؤالي لك على تويتر. انتم اليوم مجلس يعني صار مجلس ريتويت سياسي، مجلس اتهام عليكم وانا اقوله طبعا، مجلس ريتويت سياسي، مجلس انتم موقفك تاخذ تبطل التايم لاين تشوف وين الموجه اروح اخذ. انا اعتقد النائب اللي يخاف من تويتر ما اعتبره نائب او انه بيصعد الموجه. ليش؟ لانه مع الاسف مع احترامي وتقديري هذا اللي صاير. لا مع احترامي وتقديري، شوف الشخص اذا مصلع على راسه وقاعد يكتب باسمه هذا تحترمه صح، بس اللي ما احترمه اللي نك مستعار وقاعد يطق العالم هذا ما احترمه ولا قدره حتى لو عرفته، بالعكس هذه إساءة له. يعني ما تستر الا المرأة، ما تستر وما تحتشم الا المرأة. انت رجل إلا إذا كنت فعلا حرمة ابنك مستعار وما تبي أحد يدري عنك هذا أمر ثاني. حتى بعض النساء قاعدة تحط اسمها وصورتها وقاعدة تتكلم بكل جراءة واضحة وتحط رأيها، هذه أحترمها. الرجل اللي يتكلم باسمه أحترمه. لما تقول لي أنه والله أنه يأثر تويتر، أنا أقول لك لما يأثر تويتر على الضغط وأنه على الحسبة مثل طرح الثقة، أنا أقول لك أغلب وسائل التواصل مو اغلب، اي بنقول الاغلبيه فيها من يملكها؟ من يملكها يعني شركات، انا شركات عالميه لا ادري، اوكي خلها شركات عالميه. اغلب عفوا الحسابات المغردين اي ثلاث ارباعها انها تملكها الحكومه. لا خلها لا بامكانها توجه. شوف في تيارات وفي جزء منها يعني نسمع انه يقال في تمويل موجه المعارضه، في تمويل يعني مثلا مرات ليش يمكن انا مثلا كحكومه الوزير الفلاني ليش ما تكون الحكومه باعته؟ ليش مو الحكومه طقته؟ اختلف شيء حسبات، اتفق الشيخ مع التاجر مثلا. انا بس خلني معي اسمح لي اتفق يعني بعض الاستجوابات وبعض هذه اتفق تلقى الشيخ مع التاجر وراح الضحيه. نعم. سواء شيخ ولا وزير واضح يشتغل مرات يشتغل تكون حكومه سجل الحكومه عادي عندها كل هالمغردين مو مشعل وتلاقي حكومه تيارات حكومة لا انا اقول لك انا اقول لك مرات ما يعرفون يدافعون عن نفسهم لا وتيارات انا لما اقول لك يعني نسمع احنا نقول نسمع ان ان دقيقه مو مش لا صبر نسمع انه يقول لك والله الحكومه عندها كثير من المغردين هذا نسمع ان في التيارات ان هي من تسيطر بعض التيار على وسائل التواصل اصبح الحكومه عندها نسمع ان الوزير الشيخ الفلاني عنده مجموعة مقردين بتمويلهم نسمع أن التاجر الفلاني عنده فأنت من يملك الساحة اليوم بالنسبة هذا دليل أن هم يطقون ببعضهم. أبي شنو رأيك لما